طبعا ضيفتنا السيدة نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكوتي جروب. نادية أهلا ومرحبا بك معنا. شهر صعب كان على المستثمر في أسواق الأسهم العالمية وتحديدا بالنسبة لوول ستريت، هل سيكون شهر سبتمبر مختلف؟ مرحبا. نعم، يعني طبعا شهدنا في أغسطس ويوليو نوعا ما انخفاضات لأسواق الأسهم، وذلك يعتمد على احتمالية رفع أسعار الفائدة التي كانت عن ذروتها يعني في هذا الشهر أيضا. ولكن في سبتمبر مع اجتماع الإي سي بي ومع اجتماع الفيدرالي ممكن أن نشهد وضع مختلف، ولكن يعني على كل الأحوال نرى أن أسواق الأسهم بالفعل هذه السنة كانت متحفظة لمكاسبها، ولكن كان يعتبر كوركشن بسيط وفقا على أيضا قوة الدولار وعلى يعني السياسة النقدية من قبل الفيدرالي. طيب كيف تقرأ نادية البيانات الصادرة من الصين اليوم والمتعلقة باستمرار الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية؟ لم نرى تأثير هذا الخبر واضح على أسعار النفط، يبدو أنه الأسواق غير متفائلة بعد بأنه هنالك خطط تحفيزية صينية ستنعش لدينا قطاع السلع. بالفعل رولا، يعني بنك اوف امريكا صرح ان انخفاضات الدولار كانت بسبب تضررات الذي ما يحصل في الصين، وهذا يعني كان شيء جدا مفاجئ للاسواق اليوم. ولكن يعني اذا لاحظنا ان الدولار بالفعل كان يعني في اعلى ذروته في هذا الشهر، مش بس مدعوما بالسياسات النقديه ولكن التضررات في الصين، وخصوصا المانيفاكتشرينج او التصنيع، يعني القطاع التصنيعي الذي كان جدا ياتي بشكل سلبي. ولكن ارقام اليوم كانت متواضعه، يعني نوعا ما كانت، نعم هذه هي الفيفث كونتراكشن في المانيفاكتشرينج سيكتور، ولكن كانت اعلى من التوقعات، لذلك هذا يعني ممكن لم ينعكس بالفعل على اسواق النفط، ويعني تستمر اسعار النفط في ارتفاعات مدعومه طبعا باوبك بلس، ومدعومه يعني بالاكستنشن الذي ممكن ان نشهده في شهر سبتمبر من قبل اوبك بلس واكتوبر ايضا. نعم. التي يعني تسعرها الاسواق الان. نادية، اليوم ملفت ما شاهدناه من بيانات أوروبية وكيف أثرت على اليورو، اليورو أمام الين عند أعلى مستوياته في 15 عاما، السبب بأنه كان لدينا تباطؤ بأقل من المتوقع على التضخم بألمانيا وإسبانيا، والتضخم الفرنسي اليوم ارتفع بأعلى من المتوقع، ما الذي تتوقعونه في إيكوتي بالنسبة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي بشهر سبتمبر في ظل هذه البيانات التي تصدر اليوم؟ يعني نتوقع بزيادة من قبل المركزي، طبعا في ديفيجن وفي انقسام بين هل سيرفعون يعني اسعار الفائدة او لا، ولكن بالفعل كانت البيانات الاقتصادية تنخفض وتستمر في الانخفاض، ومع في يعني الركود الاقتصادي الذي يشهده يعني الاتحاد الاوروبي الان خصوصا المانيا، يدعى ذلك اليورو وتحركات اليورو في وضع سلبي. ولكنه يعني منذ بداية الأسبوع شاهدنا أن اليورو كان في تحركات إيجابية، طبعا مدعوم من يعني انخفاضات الدولار الطفيفة، ولكن وضع اليورو يستمر في موضع حرج طبعا مع ارتفاعات الدولار. نعم، ونشكرك نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إيكويتي جروب. شكرا لك.